وبالمناسبة أيضا نظمت جمعية أجيالنا نشاطا ترفيهيا خيري لصالح أطفال مرضى لرسم البسمة على وجوههم في مناسبة كهذه، وذلك على مستوى المستشفى الجامعي مصطفى باشا. التصريحات في ميكروفون سمية شاحي. نشاط اليوم خصصناه للمولد النبوي الشريف، جاتنا الفكرة كأعضاء كل الجمعية وراهم مشكورين. قالك الأطفال اللي راهم مراد او نيفو دو ميستافا دو 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 دي زوبيتو يعني في المستشفى، ماذا بينا نروح نفرحوهم، لان مولد النبوي الشريف كغيره من الاعياد الدينيه الانسان دائما مرجعيه نتاعو هي مرجعيه خيريه. ومن هذا المنطلق حنا جينا بوغ لي زونفون مالاد كي سون او نيفو دو 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 ميستافا سي دو ميستافا باشا، باسكو كاين اللي والديهم بعاد وفي مناسبات كيما هادو دائما يشتاقوا لوالديهم، فهمتيني؟ دائما حنا نحنوا في المناسبات كيما هادو نحنوا.